مرحبا بكم من جديد في التغطية الخاصة لتلفزة تي في القصرين اليوم لحديث أكثر على العمليات الإرهابية اللي قاعدة تصير في تونس وفي دول الجوار العربية ككل. ومعنا في الاستوديو مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض السيداوي، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بك وشكرا على الدعوة. أستاذ رياض، عملية إرهابية أخرى تستهدف الحرس الوطني، في قراءتك للعملية تطبيقها وتوقيتها؟ أول شيء، جهاز الحرس الوطني قلت في وسائل الإعلام التونسية كافة تقريبا أنه هو الجهاز الذي سيتعرض أكثر من غيره للعدوان واعتداءات الإرهابيين. علاش؟ لأني عملت 20 سنة دراسات وأبحاث أكاديمية على الجزائر، عملت 10 سنوات في العشرية الحمراء ذيك والعشرية السوداء التسعينات بالإنجليزية بالفرنسية بالعربية، في استنتاجاتي العلمية أنه أكبر جهاز تعرض عناصره للعدوان واستشهد فيه هو جهاز الدرك الوطني في الجزائر. احنا في تونس الحرس الوطني. لماذا الحرس الوطني؟ الحرس الوطني هو جهاز شبه عسكري شبه مدني، هو جهاز بين القوات المسلحة هي عسكرية، الشرطة تتبع وزارة الداخلية مدني. هذا الجهاز وأول ما خرجوا منه وخرجوا به الفرنسيس بعد الثورة الفرنسية هي لا جاندارمري ناسيونال، الدرك الوطني والحرس الوطني هو بين هو التوازن بين القوات المسلحة في الثكنات والشرطة في المدن وفي المخافة. هذا الحرس الوطني هو موبيل، هو يتحرك في كل مكان، هو إن صح التعبير جيش تراب يتحرك في كل مكان لكن ليس بجيش. إذن لأنه هو الموجود الجيش في الثكنات، الشرطة في المدن، والمدن في تونس مؤمنة، لأنه عودة أخرى إلى تصنيف الإرهاب في العلوم السياسية. عندنا نوعين من الإرهاب، الإرهاب المديني التيروريزم سيتادا وهو المرهاب الذي يحصل في المدن، وإرهاب التضاريس الوعرة والجبال. بالنسبة للإرهاب المديني عندنا فرقة مكافحة الإرهاب والاستعلامات في تونس حققت نجاحات كبيرة جدا، شفنا في عملية الوردية مثلا انتصارات ساحقة على الإرهاب. الإرهاب التضاريس الصعبة أي الجبال والمغاوير، هذا المشكل أن يواجهه عادة الجيش لأنه يحتاج إلى مصفحات وطائرات ومدفعية، والجيوش التقليدية كلها كما الجيش الجزائري عانى في الأول الكثير، الجيش السوري عانى في الأول الكثير، لأن جيوش تقليدية ذات عقيدة قتالية، زحف مدببات، قصف مدفعية وطائرات. فجأة أمام حرب عصابات، أمام أشباح، إذن حدثت الخسائر المتوقعة للأسف، مثل ما حدث في الجزائر في الأول، مثل ما حدث في سوريا، إلى أن يحدث ماذا؟ التأقلم وتكيف الجيش مع حرب العصابات. إذا استهداف الحرس الوطني ليست ظاهرة خاصة بتونس. أيضا أذكر أن أكبر جهاز قدم شهداء في الجزائر طيلة العشرية الحمراء في التسعينات هو جهاز الدرك الوطني، إذا كان ذلك منتظر. لكن ما حدث هو أنا في العلوم السياسية أسميه تحرك بين الإرهاب المديني وإرهاب التضاريس الوعرة والجبال المغاير، لأن الناس تنزل من جبل تضرب في المدينة وترجع بسرعة تحتمي بالجبل وبالشعاب وبغيره، وهذه هي الصعوبة. لأنك لما تشوف الخارطة، خارطة التوتر والعمليات هي مثلث تقريبا، سيدي بوزيد، القصرين خاصة لأنها مربوطة بالشعابي، والكيف حيث التضاريس الوعرة، لأن الأمن التونسي أثبت نجاعة كبيرة جدا في مواجهته لإرهاب المدن لتوريزم سيتادا. أستاذ، قارنت الخسائر في صفوف الحرس الوطني في تونس بالخسائر في سوريا أو في الجيش أو في الحرس الجزائري، هل هناك استعدادات يمكن من المؤسسة العسكرية التونسية أو الأمنية أنها ما توصلش الأكثر خسائر؟ هل هناك المؤسسة العسكرية التونسية قادرة أنها باش تقدم أكثر في محاربة المجموعات هذم؟ نعم، أنا متفائل بالنسبة للأحياء الأمنية في تونس. لماذا؟ لأنه إذا خوف من هجوم ليبيا عندنا جيش تقليدي سيواجه. الصحراء مكشوفة، الإرهاب يخاف من الصحراء. شو مش يجبوا علينا الأربعة في الأربعة الليبية ذيك بأربعة هيلوكوبتر تونسية بعشرة دبابات 20 مدفع يتم القضاء عليهم وإبادتهم. إذن لا خوف من حرب صحراء تقليدية، لأن الجيش التونسي مدرب على الحروب التقليدية وعلى مواجهة خصمه في هذه الأراضي المكشوف. لا خوف حتى على الإرهاب المديني، أي أن الأمن التونسي فرقة مكافحة الإرهاب حققت نجاحات كبيرة. بقيت مثلث الخطر هذا وهو نفسه كان في الجزائر، مثلث بليدة جزء من الجزائر العاصمة تزي وزو في جبال معقد إلى آخره، كان يزلو من الجبال يضرب ويرجو. هذا هو مثلث الخطر، لابد هنا من مواجهته تقنيا، أي أن كان المفروض سيارات الحرس الوطني تكون مصفحة وليست سيارات عادية، عندهم كاسك، عندهم جاهزية للقتال المباشر، مش دورية عادية. دورية عادية في سوسة في تونس العاصمة، لكن في القصرين أنت لست في دورية عادية، أنت في مثلث الموت، في مثلث الإرهاب، فلابد من حصر هنا. بالتالي أنا متفائل والأمن التونسي استرجع
قوتها وعافيتها وعاد هيكلة نفسي، خاصة أن الحاضنة الشعبية واضح أن الشعب التونسي مجمع على مكافحة الإرهاب. وذكروا أن الإرهاب هو عمل أقلية الأقلية ضد الأغلبية على عكس الثورة وهي عمل الأغلبية ضد الأقلية. إذن لا مستقبل للإرهاب في تونس. عندنا مخاوف هذه الخلايا النائمة أو شبابنا الذي غرر به وأرسلوه إلى سوريا والعراق وعددهم كبير، هذا حسب رأيي معالجة هذه الملفات ليست أمنية فقط، هي عقائدية دينية نفسية مالية اقتصادية. وذكر أنه كانوا في الجبال في الجزائر حدث لهم قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية ونزلوا وسلموا أسلحتهم وراجعوا يخدموا ويعملوا وأدمجوهم في الحياة الاجتماعية الاقتصادية حتى السياسية، عفى الله عما سلف. في نهاية هذا أبنانا تم التغرير بهم، وأنا في أبحاثي كثيرا وأؤكد أنه هذا الشاب هو نفسه ضحية، خاصة أيضا ثم عامل جديد اكتشفناه الآن في الأبحاث العلمية وأصبحت مراكز الأبحاث الغربية والإعلام الغربي يتحدث عنه. هذا الشباب يستهلك في كميات هائلة من المخدرات سواء في سوريا أو في ليبيا أو في تونس، لأنه لا يقتل لا يذبح إلا لما يكون في غير وعي. هذه المخدرات تتحكم في المشاعر، واحد جبان يصبح شجاع بعد المخدرات، واحد يكره القتل سلمي يأخذ هذه المخدرات التي تتلاعب المشاعر فيصبح جزار وذباح. أنا كنت في دمشق في سبتمبر الماضي وحدثوني سوريين أنه فعلا حينما يعني يقتلون يجدون كمية كبيرة جدا من المخدرات. الكارابينيري الإيطالي وهو ما يعادل حرس الوطني أراد أن يشكل وحدات حرس وطني في طرابلس، ذهب أغلبية الشباب الذي يأتي كانسيرو بوزيتيف لم يقوم بتحليل الدم يجد كمية مخدرات. إذن فلننتبه أيضا أنه أغلب هذا الشباب ليس في وعي لأنه تم غسيل دماغ له، وليس في وعي المادي البيولوجي لأنه يتناول مخدرات موجهة ليصبح شرسا وقاتلا وذبح. أستاذ رياض، لو نتحدث على عملية بلعابة اللي صارت اليوم في خضم يمكن التحركات الإرهابية والعمليات الإرهابية في دول الجوار والتخوف اللي عند التوانسة في أنه التنظيمات الإرهابية هذه قاعدة تقرب لتونس أكثر، هل تأتي العملية هذه في التوقيت هذا بالذات حتى تأكد الشكوك والمخاوف؟ لا، أنا أعتقد أنه إحنا محظوظين أن عندنا حدودنا مع الجزائر، الجزائر جيشة قوية مخابراتها قوية أمنت أكثر ما يمكن، وقوة الجزائر واستثمارها في المجال العسكري والأمني، ورغم ذلك تقع فيها عمليات إرهابية من حين إلى آخر، وفي تونس رغم من حين إلى آخر. الخوف حقيقي من ليبيا، لكن كما قلت الجيش الوطني موجود، شاهد خريطة تونس، أكبر حدودنا الشرقية الغربية عفوا هي مع شقيق الجزائر، حدودنا مع ليبيا ضيقة ومهيئة لها الجيش، الجيش الوطني التونسي مهيئ، هذيك حرب وهي الكلاسيكية، فبالتالي لا خوف من ذلك. ثم هذه الخلايا النائمة أو عودة شبابنا في سوريا فلا بد من تناول، هم طبعا عندهم ضربة بضربة، عندهم الثأر لما أنت الحرس الوطني والأمن التونسي يقوم بعملية اعتقالات كثيرة ويفكك الكثير من الخلايا ويحقق يقولوا احنا 9 عمليات انتصار، فتجي هي ضربة كرد فعل. لكن الإرهاب ليس لديه أي مستقبل، لم يسقط الإرهاب في تاريخ البشرية دولة، ولم يبني الإرهاب في تاريخ البشرية دولة. الإرهاب هو تلعب أجهزة مخابرات خارجية تتلعب به، هم شباب ضعيف ثم من يتلاعب به، قلت لك هو في المخدرات في البزنس في الأموال في الخروج على الدولة والتمرد على الدولة، لكنه ليس بمشروع سياسي عقلاني، هو كحالات خاصة حالات مرضية نفسية لا أكثر ولا أقل. تحدث أنت أنه ما فهمش هيكل واضح للتنظيمات هذم، تعدد التسميات بين تنظيم القاعدة إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، عدة كتيبة عقبة بن نافع وغيره من الكتائب، مرة كتيبة عقبة بن نافع مع تنظيم القاعدة، ثم في سبتمبر 2014 تبايع تنظيم دولة داعش وأصبحت موالية لتنظيم داعش. فالتسميات هذم، هل كل التسميات هذم مختلفة لكن القالب والأصل واحد؟ هو ما يحدث عمليا هو إرهاب محلي، هذا كنت دائما أقوله، أن القاعدة وهم، القاعدة وداعش مثل كوكاكولا والمارلبورو، ما هذه ماركة عالمية ولا، لكن كل بلد يصنعه بشكل، مارلبورو تونس أو الجزائر مش مارلبورو أمريكا، من يشرب كوكاكولا بتاع أمريكا مش فرنسا مثل بتاع تونس وغير. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه ثم يفتى إعلامية كبيرة اسم القاعدة وداعش، لكن ما يحدث هو إرهاب محلي لا علاقة له بالقاعدة. مثلا القاعدة في اليمن ما عندهاش علاقة تنظيمية وهيكلية بالقاعدة في المغرب الإسلامي. القاعدة في المغرب الإسلامي في الجزائر مثلا ما هي؟ هي كانت قبل سنة 2007 كانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقيادة عبد الرزاق البارع، فجأة غيروا اسمهم إلى القاعدة بالمغرب الإسلامي حتى يأخذك الوهرة الإعلامية هذه. نفس الشيء جماعات المسلحة في ليبيا وفيها توانسة إلى آخره، أنصار الشريعة ما مشتش، القاعدة بدأت تختفي بعد مقتل أسامة بن لادن المحير، لأن الرجل رمي في البحر وأكله السمك، يعني
هذه من الأسئلة الحائرة لعلماء السياسة. إذا نصنع يافطة جديدة اسمها داعش. داعش في الأصل هي ماذا؟ هي الدولة الإسلامية في العراق والشام. ما هو هدفها الوظيفي؟ فانكسيوناليزم. هدفها الوظيفي هو تأسيس دولة تجمع بين المنطقة السنية في العراق ومنطقة السنية في سوريا، إذا تقسيم العراق وسوريا في نفس الوقت، وهذا مرتب له خارجيا، ودوائر الاستعمارية الغربية سعت إلى ذلك، لهذا داعش خدمتهم وما زالت تخدمهم. لكن كتيبة عقبة بن نافع أعلنت اليوم أنها تتبنى العملية اللي صارت في القصرين، فهل أصبحنا نواجه مجموعات أكثر تنظيم من أن كنا نقول أنها مجموعات تقوم بعمليات منفردة أو معزولة؟ لا، هي عمليات منفردة ومعزولة. يعني تنظيم عقبة بن نافع كم 15 20 100 150 متأكد أن لا علاقة لهم هيكلية بنيوية بداعش. يعني ما ثمش واحد في داعش أبو بكر البغدادي يجد فاكس ويبعثه للشعابي أو يبعث إيميل للشعابي أو يخذ تليفون ألو وأنتم في الشعابي، لأنه تقنية الآن متقدمة وممكن تحديد من هو وتحديد المكالمة والتدخل العسكري الفوري. إذن هذا وهم، هذا مش كلامي أنا، كلام مدير المخابرات الفرنسية الخارجية أمام لجنة من البرلمان للتحقيق، قال أنه مثلا القاعدة وهم، القاعدة دمر لها في ترابور، هذا إرهاب محلي لكن يبحث على البهرجة العالمية، يبحث على الفرقة العالمية، لأن الإرهاب هو عمل الأقلية ضد الأغلبية، فبالتالي هو يحتاج إلى تشجيع الإعلام ويكون نشاط الصفحة الأولى. لا، كتيبة عقبة بن نافع هي شباب جزائري فأكثره وشباب تونسي خرجوا على الدولة الجزائرية، خرجوا على الدولة التونسية، وجدوا لهم منفذ في الشعام إلى آخره، لا أكثر ولا أقل. إذن هو إرهاب محلي سيتم القضاء عليه آجلا أو عاجلا، ليست لدي أي مشروع سياسي عقلاني لا لبناء الدولة ولا شيء، وليس جزء من تنظيم بنية هيكل ستركتور اسمه داعش. داعش ما عندهاش خليفة وقية تركان وفرع في تونس ينزل على فلسة وإيميل ينفذ، لا، هو إرهاب. نحن بصدد إرهاب محلي، على الأقل هو إرهاب محلي إقليمي، لأن شباب تونس مختلط مع شباب الجزائر، في ليبيا شباب تونس مختلط مع شباب ليبيا، في سوريا شباب تونس مختلط مع شباب تشيشان أتراك، مخلط من جميع الجنسيات. فلننتبه على مستوى المقاربتين، نحن عنا بالتحديد إرهاب محلي سنواجهه محليا على أقصى تقدير بتعاون إقليمي، لكن ليست دولة داعش الموجودة في العراق وسوريا هي التي تحاربنا في تونس. حتى نختم أستاذ سيداوي، وزارة الداخلية اليوم في ردها على العملية الإرهابية اللي صارت في القصرين قالت سيكون الرد عنيفا وشديدا، لهذه أول مرة يكون تصريح هكا من وزارة الداخلية، فهل نجم نعمل مقاربة بين أيضا بين تصريح وزارة الداخلية وتصريح السيسي في مصر بعد مقتل 21 مصري؟ هل يمكن أنه يشابه رد فعل دولة وزارة الداخلية التونسية رد فعل مصر على في ليبيا؟ لا، يعني وزارة الداخلية التونسية لن تطير طائرات تونسية وستقصف في ليبيا، نحكي في تونس. في تونس بالتأكيد يعني ستزداد حماسا نوعا من المعركة المرة، لكن رأوا محاربة الإرهاب دائما محاربة وقائية. للأسف نعطيك ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني وقال تفجير صغير في لندن، قال no human rights with terrorism. No, il y a pas de droit de l'homme avec le terrorisme. لا وجود لحقوق الإنسان مع الإرهاب. هذه ديمقراطية عريقة، لأن الإرهاب سيفجر الاستقرار، هو يبحث عن الإزعاج. إذن معركة ضد الإرهاب هي معركة وقائية. وقاية يعني قبل ما الإرهاب يفكر أن يمر إلى العمل لابد من اعتقاله والتحقيق معه، الآن لابد من البحث في هذه الخلايا النائمة، ويصبح المواطن التونسي عين هذا الأمن. فقبل في الديكتاتورية هو يعني عنده حساسية كبيرة مع البوليس السياسي، وهذا شيء معروف ومفهوم وكان في سياقه. اليوم في معركة الإرهاب جميع الجهود تتضافر لهزيمته، لأن الإرهاب بدون حاضنة اجتماعية لا يستمر ولا يتواصل، مع الانتباه أيضا للمسائل الاقتصادية الاجتماعية، هذه مناطق بؤر فقر أيضا أطقع، لابد من معالجة اقتصادية اجتماعية، معالجة نفسية فقهية، نحدث هذا الشبه إعلامية، لابد أن نعرف ماذا يحدث في سوريا. إحنا حتى الإعلام التونسي أغلبه يأخذ من وكالات الأنباء الأجنبية، فرانس بريس، رويترز، الجزيرة، قالت إلى آخره، المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن. أنا سألت كم صحفي تونسي هل يعرف ما هو هذا المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن الذي أصبح مرجع الجميع؟ ما هو في لندن؟ أنا أعرف ما هو،
فإذا لابد من توعية سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية دينية لمكافحة هذه الآفة، لأنها ليست فقط معركة أمنية تقنية محتكرة لأجهزة الأمن فقط، لا، كل الشعب التونسي مطالب أن يخوض هذه المعركة. شكرا لك دكتور رياض الصداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، على حضورك معنا. وكنكونوا اختمنا الجزء الأول مع دكتور رياض الصداوي، لكن مازلنا مواصلين معاكم في القصرين اليوم على تلفزة تي في.